وبعدين بدأ السؤال أحقا قال الله؟ وبعدين قالت لن تموتا، بخدلة الله الصادق كاذبا والشيطان اللي هو كذاب وأبو الكذاب بقى هو الصادق. شوف المغالطة اللي احنا كأنه عم بيساعد حواء بالظبط كده تكتشف شيء بالظبط، وهتبقي زي الله، انت هتبقي خلاص انتوا اللي هتبقوا انتوا المسيطرين على كل أموركم. لكن في الواقع حصل الموت، وزي ما هنشوف الموت ده ليه اتجاهين، موت روحي وموت جسدي. فالجزء الرأسي الانفصال عن الله ده الموت الروحي، وده حصل immediately على طول. في بعد كده موت جسدي تم بعد كده بعد 930 سنة في حياة آدم، ولازال الموت موجود في العالم لحد دلوقتي. 930 ده العمر اللي عاشه آدم، اللي عاشه آدم يعني بالزبط. فعلا مات ودفن لأنه الرب هنشوف العقوبات إنه قال له أنت تراب وإلى تراب تعود. هنشوف كل الحاجات دي في نتائج الخطية. دلوقتي احنا شفنا الحدث نفسه والسقوط في الخطية والوسائل اللي استخدمها الشيطان، وبعد كده هننتقل لله بيقترب للإنسان ولازم الله يوقع العقوبة، في عقوبة على الحية، في عقوبة على المرأة، في عقوبة على آدم، في عقوبة على الأرض.